كيف نتجنب منه؟ البعض يقول لك يعني مجرد ما انا اخذ حذري او اخذ رد فعل، البعض يقول لك اه انت شفتني عشان انت عنصري، انت انا عشان شكلي حكمت علي من انا الخارجي بالضبط يعني. فطب انا كيف اتجنب وكيف احمي نفسي؟ صح، احنا من حقنا انه نحمي نفسنا لما بنحس انه الشخص اللي عم نتواصل معه مو متناسق معنا في القيم. هيدا كتير مهم، عشان هيك عم قلك لما بتحكي مع حدا وبتحسي انه هو ماشي ضد القوانين، ضد القيم، ضد المبادئ المتعارف عليها بالمجتمع، فانا من حقي انه اسحب حالي، بس مش بطريقه يعني بتكون قويه كتير او يعني صدن هيك، لا، لازم بالراحه، ما استفزه يعني، يعني بطريقه دبلوماسيه خلينا نقول، عشان احنا كمان يعني ما بدنا نحسه ان انت شخص وحش وانت شرير وانا ما بدي اتعامل معك، لا، عشان في طريقه للتعامل، لكن لازم دائما نحط لهي الأشخاص حدود. كيف بدنا نحط حدود؟ مش عن طريق القوة. هيدي الغلطة اللي احنا بنعملها، احنا بنفكر انه تحط حدود لشخص لازم يكون قوي وعنيف معه. لا، انا ممكن بكل هدوء بكل بساطة بابتسامة خفيفة ابين الحدود، اختار الاسلوب الاسلم لي عشان ما اخلق اي موقف. كثير مهم انه لما تتعاملي مع الأشخاص حاولي دائما ما يقع استفزازك وما تصيري انت كمان غضبانة وبتصيري مثلا بتصرخي او بترفعي صوتك، عشان الشخصية اللي هي المعادية للمجتمع بتتلذذ من هيك شغلات. لما تلاقيك عملتي هيك خلص انت دخلتي ملعبها،